بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بالمختبر الثالث في الإلكترونيكس لاب الـ RLC Circuit. تجربة اليوم راح نحكي فيها عن دارة كهربائية مكونة من R والـ L والـ C Resistance وإندكتر وكاباستر. في هذه الحالة راح ندرس كيف وين بيصير عنا التيار ماكسيمم، وبدنا نشوف بعض الخصائص من خلال هذه التجربة. أول نقطة نبدأ فيها إنه لو أخذنا كمثال ثلاث مقاومات بشكل عام، بحيث انه كان في عندنا فولتج بغض النظر كان الفولتج كونستانت او كان alternating. في هذه الحاله لو اخذنا مثلا هاي R1 R2 R3، لو كان الفولتج على الاولى مثلا فرضنا 5 فولت، الثانيه 3 والثالثه 2، في هذه الحاله بنتوقع انه لو حكينا مثلا كم الفي ان، في هذه الحاله كل ما علينا نحكي انه الفي ان هي عباره عن في على R1 زائد في على R2 زائد في على R3، فبكون عندي 5 + 3 + 2 وبساوي 10 فولت. إذا بهذه الحالة إحنا قدرنا نعرف كم قيمة الفولتج فقط من خلال جمع القيم اللي عندي كفولتج، لأنه بنحكي إنه الجهد توزع على جميع المقاومات، وطبعاً تتوزع بناء على قيمة كل مقاومة. ولو جينا نحسب كم قيمة الكرنت الموجود عندي، لو فرضنا إنه هي اتجاه الكرنت I، نجي نحكي إنه الI، نعرف إنه الفي بتساوي I في التوتال R اللي هي R1 زائد R2 زائد R3، ومنها الـ I بتساوي V على R. فإذا معي قيمة الـ R كتوتال ومعي قيمة الـ V كإنبوت، V إنبوت أو الـ V التوتال أيضا، في هذه الحالة بنقدر نعرف كم قيمة الـ I. أو بطريقة ثانية، كم قيمة الكرنت إذا عرفنا الفولتج، V1 بتساوي I في R1، V2 بتساوي I في R2. طبعا الI ظلت constant لأنه إحنا نحكي عن one loop. في حال صار عندي الدارة بشكل مختلف، بدلنا العنصرين اللي هو R2 و R3 بمواسعة وإندكتر. فبهذه الحالة راح نخلي المقاومة الأولى، راح نحط هنا مثلا مواسعة، وراح نحط هنا الإندكتر. فصار عندي ريزيستر وكاباستر وإندكتر. هل في هذه الحالة لو حكينا عندي الفولتج 5 وقسنا الفولتج على الكاباستر لقيناه 3 وقسنا الفولتج على الاندكتر لقيناه 2، هل في هذه الحالة بنحكي الـ VN، هل الـ VN في هذه الحالة بساوي 10 برضو ولا لا؟ فبدنا ننتقل لإيش أثر كل من الكاباستر والاندكتر على الدارة الكهربائية أو على الـ V والـ I، عشان نعرف هل بإمكاني أجمعهم ولا لا. نبدأ في أول جزء في الريزيستر اللي هي المقاومة. طبعا في حالة المقاومة، المقاومة بتخلي التيار اللي ماشي فيها بنفس الاتجاه والفي برضه بنفس الاتجاه، يعني ما في فيز شيفت عندنا. المخصوص في الاتجاه اللي هو الفيز شيفت. لو جينا ندرس الآن في أو اي، طبعا هنا في أو اي ما راح نحكي عن شيء ثاني غير هيك. لاحظوا إنه إحنا بدينا بلحظة الصفر من الصفر، وصلنا لأعلى قيمة، نزلنا لأقل قيمة، وهذه هي الويف. بين الفي وبين الاي بالنسبة للريزيستر ما صار في عندنا أي فيز شيفت، فبناء عليها بنحكي إنه أثر الريزيستر ما بتعمل لا فيز شيفت لا بزيادة ولا بناقص. هذه أول عنصر أو هذا اللي هو المقاومة. نروح للعنصر الثاني اللي عندنا اللي هو الإندكتر. في حال الإندكتر اللي هو ال، بنلاحظ إنه الأصل إنه إحنا دائما نبدأ من الصفر، لكن هو بدأ قبل من الصفر، يعني المفروض إنه إحنا نبدأ من هاي الصفر، وهذا هو الصفر وهذا الصفر عندنا. لاحظوا إنه الإندكتر بدأ قبل الصفر، فإذا هو عمل لي تسبيق للموج، إذا هو الموج بدأت قبل الصفر، فإذا فعليا إنه الإندكتر عمل تقديم للموج، يعني عمل لي إياها بحيث إنها تبدأ قبل الوقت اللي هو الصفر، فبناء عليها صار في عندنا هنا فيز شيفت مقداره 90 درجة أو باي 2، فإذا دائما الـ V بالنسبة للإندكتر بيكون عامل زاوية 90 درجة مع الـ I أو مع الـ V بالنسبة للريزيستر. طيب نشوف المواسعة الآن أو الكاباستر. الكاباستر زي ما حكينا برضو الجميع المفروض بدأ من الصفر، لكن بنلاحظ انه بدأ بعد الصفر. لاحظوا كيف البداية كانت بعد الصفر، فبناء عليها هو أخر الموجة بمقدار باي 2. لاحظوا أنا بهمني الانطلاقة تكون كقمة، الانطلاقة تكون كقمة، الانطلاقة تكون كقمة، فنحن بدينا منها كقمة من الصفر، بدينا من القمة من يعني سبقنا فيها، هنا أخرناها، فبنلاحظ انه صار في عندنا تأخير. فلاحظوا صار عندي سالب باي 2 أو سالب 90 درجة، وهذا في على الكاباستر. إذا إحنا بنقدر ندمج الثلاث أشكال مع بعض بشكل واحد. نيجي نحكي دائما إنه الكرنت بهذا الاتجاه، الفي
طبعا بهذا الاتجاه على في على الريزستر، والفي انبوت برضه بهذا الاتجاه. اذا الفي انبوت ما تغير، طبعا الفي انبوت او الريزستر ما صار عليهم اي تغيير، ما صار في فيس شيفت. في عندنا الفي على الكباستر وفي عندنا الفي على الاندكتر. في هذه الحاله بنلاحظ انه صار في عندنا ثلاثه زي كانه نتعامل مع فيكتور. النقطه اللي راح نحكي فيها الان انه ليش احنا في الحاله الاولى اللي حكينا عنها انه لما كان عندي مقاومات ليش قدرنا انه نجمعهم جمع عادي ما كان في عندي جمع متجهي؟ لانه كنا نحكي انه كل الجهود جاي باتجاه واحد، يعني الفي 5 و3 و2 كلهم على نفس الاتجاه. فزي كاني بحكي 5i زائد 3i زائد 2i بيطلع المجموع 10 باتجاه الاي، فكلهم نفس الاتجاه جمعناهم زي كاني بحكي 5 زائد 3 زائد 2. اذا هذه في حاله المقاومات. لكن الحاله الثانيه اللي هي حاله انه كان في عندي مقاومه ريزيستر وفي عندنا كاباستر وفي عندنا اندكتر، في هذه الحاله هل بامكاني اجمعهم؟ خلونا ناخذ مثال الان على السؤال اللي عندنا عشان نعرف كيف نتعامل معهم. نفرض الان انه في عندي الان المقاومة عليها فولتج مقداره 3 فولت، الكباستر عليه فولتج 8 فولت، والاندكتر عليه فولتج 4 فولت. ونحاول الان نوجد كم قيمة الـ VN. هل الـ VN راح يكون عبارة عن 3 زائد 8 زائد 4؟ لاحظوا انه ما بينفع نحكي الحكي هذا لانه الـ V كباستر والـ V اندكتر على اتجاه مختلف مع اتجاه الـ VR. كيف نوجدهم؟ بكل بساطة نشتغل كالتالي، نحط كل فولتج على القيمة اللي عندنا. فأول شغلة الثلاثة فولت اللي هي على المقاومة تكون بهذا الاتجاه، في عندنا الكباستر عليه 8 بهذا الاتجاه، في عندنا الاندكتر 4 بهذا الاتجاه. صار الآن بحل سؤال فيكتورز عادي، فالآن الأربعة والثمانية راح يصير عندي 4 لتحت، في عندي بهذا الاتجاه 3، المحصلة راح تكون بينهم V input اللي هي المحصلة بينهم اللي هي V input. في الحالة هي راح نحكي 3 تربيع زائد 4 تربيع اللي هي بيطلع الجواب في النهاية 5 فولت. فإذا بنلاحظ إنه ال V input 5 ما كان مجموعهم، لما نجمعهم في عندنا 12 و3 15. إذا لاحظنا إنه 5 مش القيمة اللي بنقدر نحكي نجمعها جمع عادي. بنفس الطريقة الآن بدنا نشوف لو كان في عندي الدارة اللي إحنا نتعامل معها. ريزيستر كاباستر اندكتر، بنلاحظ انه دائما عندما نتعامل معهم نتعامل بفيكتورز. ففي عندنا الريزيستر بهذا الاتجاه، في عندنا الاندكتر بهذا الاتجاه كفولتج، وهي عندي هان الكاباستر. طيب الان من خلال هاي النقاط بنعرف احنا اصلا انه الفي بتساوي اي في ار، لكن احنا في عندنا بالنسبه للكاباستر في شيء اسمه اكس سي اللي هي حكينا في المره الماضيه عنها 1 على 2 باي اف سي، وفي عندنا الاكس ال اللي هي عباره عن 2 باي اف في ال. طبعا الاكس سي الكاباستنس رياكتنس والاكس ال الاندكتر او الاندكتنس رياكتنس. بنلاحظ انه هي عباره عن مقاومات عاديه، لكن الفرق الوحيد انها بتعتمد على قيمه الفريكوينسي. السؤال الان بده ينطرح انه كم قيمه المقاومه الكليه؟ بدل ما اكتب ار الان صرت بامكاني اكتب شيء اسمه زد. الزد هي عبارة عن التوتال ريزيستنس اللي هي عبارة عن R و C و L. لكن كيف بتم إيجادهم؟ بتم إيجادهم بنفس الطريقة، عندنا C في هذا الاتجاه، L و C بنطرحهم مع بعض أو بصير في بينهم طرح، وبنجمعهم جمع متجهي مع R. فزي ما شفنا لو حكينا Z تربيع اللي هي عبارة عن R تربيع زائد طرح هذول الاثنين رح يكون XL ناقص اكس سي. طبعا نحكي احنا كمقاومات تربيع، لو اخذنا الجذر للطرفين راح يصير معي هذه القيمه، والزد هذا اللي بنسميها الامبيدنس. اذا الان صار عندي ايش اسمه الامبيدنس اللي هي قيمتها زد بتساوي القيمه هذا اللي عندنا. طيب الان احنا بنعرف انه اذا كان الفي، اذا الفي بتساوي اي في زد، منها الاي عباره عن في على زد. ايش هو الاي؟ الاي هو عباره عن الكرنت اللي بيمر في هذه الداره. طيب بنلاحظ كل ما كانت زد اكبر بنلاحظ انه اي بتصير اقل. لو حصلنا على انه زد جوست مينيمم فاليو، متى بتكون الزد مينيمم؟ الحاله الاولى
بدنا نعتبر انه ال XL بتساوي ال XC. اذا في عنا قيمة ل R، لكن على اقل ما يمكن عند Z تكون minimum انه ال XL بتساوي ال XC. في هذه الحالة بنحكي انه Z بتساوي R. هذه اول حالة. فاحنا الان في التجربة عنا في عنا 2 cases. اول حالة طبعا احنا ناخذها انه متى ال Z بتكون minimum. ال Z بتكون minimum في حال انه ال XL بتساوي ال XC، ومنها ال Z بتساوي R. فاحنا اول حالة رح ناخذ انه ال R بتساوي صفر عشان نعمل انه ال Z كلها صارت تساوي صفر. الحالة الاولى اللي عندنا انه ناخذ R بتساوي صفر. طبعا اذا R بتساوي صفر منها Z بتساوي صفر، اجت من خلال انه ال XL بتساوي ال XC. طيب الدارة اللي عندنا اللي هي هاي المقاومة وهاي الكابستر وهاي الاندكتر وهذا الانبوت، بدنا نحاول نربطهم الان مع اميتر. طبعا الاميتر زي ما حكينا جهاز قياس، هو بقيس تيار. فاذا فقط كل اهميتنا في ربط الاميتر انه نقيس قيمة التيار في هذه الدارة، هاي الار والال والسي. طبعا بما انه التيار نفسه اللي بمر فيهم كلهم، نقدر نعرف انه ال VL هي نفسها ال VC. طبعا كيف بامكاننا نحصل على ال XL بتساوي ال XC؟ احنا مثل ما حكينا ال XL هي عبارة عن 2 باي FL، وال XC 1 على 2 باي FC. طيب اذا احنا في حالة من الحالات ممكن انه ال XL بتساوي ال XC. في هذه الحالة بنلاحظ رح يكون في عنا قيمة للفريكونسي، فاحنا فعليا راح ندور على قيمه الفريكوانسي بحيث انه نخلي الاكس ال بتساوي الاكس سي. طب كيف راح نعرف انه الاكس ال بتساوي الاكس سي؟ في هذه الحاله راح نعرف من خلال انه نلاقي انه الاي صارت عندي ماكسيمم. اذا احنا ندور على اي ماكسيمم بحيث انه نخلي في على زد تصير عندي هذه مينيمم. احنا خلينا زد مينيمم من خلال انه حكينا انه الاكس ال بتساوي اكس سي، وحتى خلينا قيمة ال R بتساوي صفر. طبعا نلاقي الماكسيمم أعلى قيمة، أكيد ما راح تكون ما لا نهاية، لأنه تنسوش إنه ما في عنا إنه في عنا مقاومة للأسلاك وفي عنا مقاومة للأجهزة اللي بنستخدمها، فأكيد راح تكون لها قيمة بسيطة جدا راح نحسبها بعدين، يعني ما في مشكلة. الآن راح أقوم بتغيير الفريكونسي، إذا كل اللي عندي راح أضلني أغير في الفريكونسي لحد ما ألاقي I maximum. كيف بلاقي ال I maximum؟ بضلني أشتغل في ال function generator لحد ما ألاقي ال I maximum. طبعا الاي ماكسيمم معناته انه اللي بعدها راح تكون اقل منها واللي قبلها راح تكون اقل منها. فاذا المطلوب مني اعرف كم قيمه الفريكوينسي عند هذه اللحظه، كم كانت بالهرتز او بالكيلو هرتز حسب انا شو الاستخدام اللي عندي كان، كم قيمه الاي ماكسيمم عند هذه اللحظه. بعدين بقوم بايجاد الفولتج، بمسك الفولت ميتر وبشبكه على ال ال، فبقيس كم ال في ال في هذه اللحظه، وبقيس كم ال في على الكباستر في هذه اللحظة. طبعا المقاومة في هذه اللحظة كم كانت؟ صفر، فما فيش عندنا أي فولتج عليها زي كأنها مش موجودة. بيظل عندي أوجد كم قيمة الـ V على الانبوت وأسجله. في هذه الحالة احنا بنكون سجلنا الحالة الأولى اللي هي الـ R بتساوي صفر. الآن الإشي اللي راح نحكي فيه إنه الـ F هذا نسميها FR، ما راح أسميها F. في حالة إنه I صارت عندي ماكسيموم راح أسميها FR أو اللي هي الريزونانس فريكوانسي. اذا الان صار عندي ال FR هي عبارة عن ريزونانس فريكوانسي. الان بعد ما اخلص بعمل جدول، بحط فيه قيم ال F، بحط فيه قيم ال I الكرنت اللي انا راح احصل عليه، بعدين قيم ال I على ال I maximum. ال I maximum عندي حصلنا عليها اللي هي هذه القيمة اللي طلعت معي. في منطقة معينة راح يكون عندي هنا الفريكوينسي اللي هو F resonance اللي حصلنا من خلاله على ال I maximum، وأكيد القيمة لما أقسمها على نفسها راح يعطيني واحد. فإذا راح نأخذها مجموعة قراءات وراح نأخذها مجموعة قراءات، وفي النهاية بقوم بالرسم. طبعا عندما أجي أرسم راح ألاحظ إنه ال FR تكون في الوسط، هذا ال FR، وحواليها راح يكون عندي القيم أقل منها. أعلى قيمة عندي هان طبعا اللي هي ال FR راح تكون قيمتها واحد. هم برسم I على I max. هذه الرسمة الأولى والحالة الأولى.
الجزء الثاني من التجربة إنه نأخذ إنه R لها قيمة، مثلا نفرض إنها 1 كيلو أوم أو 2 كيلو أوم. المهم المحصلة راح نحكي إنه في هذه الحالة برضو بدنا ندور على زد تكون مينيمم، زد بدنا إياها تكون مينيمم عشان نخلي الـ I ماكسيمم. متى بتكون الـ زد مينيمم والـ I ماكسيمم؟ في حالة برضو زي ما حكينا إنه الـ I ماكسيمم بتكون عندما الـ V على الـ زد مينيمم. إذا متى الـ زد بتكون مينيمم؟ إذا كان XL بتساوي الـ XC. والإيش اللي راح نتوقعه أيضا من خلال هذا الموضوع إنه الـ VL لازم تساوي الـ VC. طيب الآن بدنا نحاول نشتغل في نفس الموضوع بحيث إنه ندور على نوصل الدارة الكهربائية اللي عندنا هذا نفسها ونصير ندور على الـ I maximum. عندي الـ I maximum راح نشوف كم القيمة عندي راح تكون. عند الـ I maximum راح نحصل على الـ F، ومثل ما حكينا في المرة الماضية إنه الـ FR اللي هي الـ F resonance راح تكون طبعا مقاسة برضه بالهيرتز أو بالكيلو هيرتز حسب التجربة اللي عندنا. هاي الـ FR راح نسجل كم الـ V على الكاباستر كم قيمته، وراح نسجل الـ V على الاندكتر كم قيمته، والـ V على الريزستر كم قيمته، وراح نسجل الـ V للإنبوت كم كانت قيمته في هذه اللحظة. هذه الأشياء اللي راح نسجل من خلال التجربة. الآن المطلوب منا إنه نعمل جدول نحط فيه قيمة الـ F وقيمة الـ I والـ I على الـ I max. الآن الـ F لحظة من اللحظات كانت عندنا الـ F كقيمة F resonance اللي هي حكينا عندها حصلنا على الـ I maximum، فرح نأخذ قيم أقل منها وقيم أعلى منها، وراح نصير نسجل الآن القيم اللي نتجت معي. أعلى قيمة عندي طبعا 1. عند الرسمة راح نلاحظ إنه الرسمة أجت عندي بهذا الشكل برضه، وفي عندي قيمة معينة اللي هي الـ FR. آخر جزء ظل عندي أعرفه اللي هو قيمة الإندكتر. إحنا الهدف برضه عندنا نستخدم قيمة FR لإيجاد قيمة L. كيف نقدر نحسب قيمة L؟ طبعا المقاومة الآن إحنا أخذناها حالتين، مرة كانت 0 ومرة كانت 1 كيلو أوم أو 2 كيلو أوم. اللي الكباستر خذوها مثلا 1 مايكروفاراد أو 0.1 مايكروفاراد بالطريقة اللي بتشوفها مناسبة، ما في مشكلة بالقياسات. الآن بدنا نعمل مساواة بين الاثنين من خلال إنه XL بتساوي XC. إذا XL بتساوي XC إحنا بنعرف إنه XL 2/F في L. طبعا في حال الاثنين تساوي وصار الـ R اسمها R resonance. بنفس الطريقة لـ XC 1/2/F في C برضو، لأنه إحنا سويناهم مع بعض سمينا هاي الحالة حالة الـ resonance. فالآن صارت القيمتين متساويات. الهدف عندي إيجاد قيمة L، فالـ L في هذه الحالة 1/2/تربيع في FR تربيع في C. إذن هذه قيمة L. إذن أنا إذا كان معي قيمة الـ resonance اللي إحنا أوجدناها اللي كان عندها الـ I maximum ومع قيمة الكاباستنس بقدر أوجد قيمة الاندكتنس. ضل عندنا آخر جزء اللي هي قيمة الـ R effective. R effective إيش هي الـ R effective؟ هذه عبارة عن كل المقاومة الموجودة في الدارة. طبعا في البارت الأول كانت الـ R بتساوي عندنا 0، لكن الـ R effective لها قيمة راح تكون صغيرة جدا. ليش؟ لأنه الـ R effective هي عبارة عن كل المقاومات الموجودة. راح نحسب مقاومة الأسلاك، راح نحسب مقاومة الأجهزة. في البارت الثاني لو حسبنا الـ R effective كان عندنا 1 كيلو أوم زائد قيمة معينة راح تطلع الـ R effective. هذه هي الـ R effective، لأنه الـ R effective راح يحسب لي الـ 1 كيلو أوم اللي هي الجزء الثاني من التجربة كقيمة R زائد قيمة المقاومة الأسلاك والأمور هذه كلها. فإحنا بدل ما نحسب على البارت الثاني بنحسب فقط على البارت الأول. أول نقطة راح نتعامل فيها اللي هي الرسمة اللي حصلنا عليها. هذه كانت القيمة FR. طبعا الـ FR زي ما حكينا كان عندي أعلى قيمة عند الواحد. طبعا هاي I على I max. لو أخذنا عند قيمة الـ 0.7، عند الـ 0.7 صار عندي كم تقاطع؟ صار عندي تقاطعين، هذا التقاطع الأول وهذا التقاطع الثاني. عند التقاطع الأول وعند التقاطع الثاني كان في عندي قيم لقيمة الفريكوينسي، احنا أصلا بنرسم فريكوينسي. فالآن القيمة اللي عندي هذا بنسميها F1 والقيمة هذه بنسميها F2. الفرق بينهم اللي هو عبارة عن دلتا F اللي هي عبارة عن F2 ناقص F1.
هذا بنسميه الـ bandwidth. لاحظوا انه كل ما كانت دلتا اف اكبر كل ما بنحكي انه الـ bandwidth اكبر. طيب الان في عندي علاقة دلتا اف بتساوي الـ R effective على 2 باي في L. الـ L احنا اوجدناها قبل شوي، الـ R effective المطلوب مننا نوجدها. الـ R effective تساوي 2 باي L في دلتا اف. لاحظوا انه كل ما كان عندي العلاقة بين دلتا اف والـ R effective علاقة طردية، فلاحظوا انه كل ما كان الباندويدث اكبر احنا بنتوقع انه الـ R effective اكبر. فاحنا بنتوقع في حال الريزيستنس في اول مرة كانت تساوي صفر، بنلاحظ انه الباندويدث نتوقع انه يكون قليل، لانه هذه قليلة اكيد راح تكون قليلة، فبنتوقع الباندويدث يكون قليل. في الحالة الثانية عندما الـ R بتساوي 1 كيلو او 2 كيلو، في هذه الحالة بنتوقع انه صحيح انه عند نفس النقطة FR، لكن بنتوقع يكون عندي اتساع اكبر للموجة، راح يكون في عندي اتساع اكبر لهذا الموجة. بدنا نجيب هذا الفانكشن جنريتر اللي استخدمناه في المرة الماضية. بدنا نجيب ريزيستر، بدنا نجيب كاباستر، ونجيب اندكتر. الان كل ما علي اقوم تعديل الشكل بحيث انه يصير مناسب للدارة الكهربائية. لاحظوا الان الدارة اللي عندي هذا ظل عندي اشي واحد استخدمه اللي هو الجراوند عشان اتأكد انه شغلي يكون صحيح. نعمل كلوز. الان هذا الشكل اللي عندي زي ما انتم شايفينه هي عبارة عن RLC circuit. اول خطوة بعملها دائما زي ما حكينا في المرة الماضية بنروح على الفانكشن جنريتر اللي احنا متحكم فيه، نستخدم الساين ويف، نعمل اول شيء اون، نستخدم ساين ويف. لاحظوا اشارة الساين، لو استخدمنا هذا صار عندنا بوتنشال ستيب، لو استخدمنا هاي صار عندنا اللي هو المثلثات او البيكس بالطريقة هذا. فاول نقطة بنستخدم الساين ويف وبنحط على فريكوينسي بحيث انه احنا نقيس فريكوينسي. طيب الان طبعا لما اصير اغير انا بغير في قيمة الفريكوينسي. هاي خلصنا اول جزء. الجزء الثاني انا مطلوب مني استخدم في المنطقة هذه، لاحظوا هذه الدارة ما استخدمنا فيها اميتر، فالمفروض اني استخدم اميتر. فبشيل هذا الجزء وبجيب الملتيميتر وبحوله لاميتر ويقيس AC. فالآن صار عندي هذا الجزء جاهز. إذا أنا فعليا أول خطوة دائما بعملها بحاول أشبك كأني بشبك RLC لحال بدون أي أجهزة ثانية، بعدين بصير أشتغل إذا كان عندي أجهزة قياس ثانية أو لا. طيب الآن صار عندي الشكل وصار عندي قياس الأميتر، بدي أخلي الجزء هذا فوقه بحيث أني أنا أقيس من خلاله بشكل مباشر. طبعا الآن إحنا بنحكي عن مقاومة مقدارها 1 كيلو، بدي اغير قيمة الكباستر بدل ما هي 1 اخليها 0.1، وبدي اخلي الاندكتر اساس انها قيمة مجهولة مش معلومة بالنسبة لي. المحصل الان نحاول نلاقي قيمة الاف ريزونانس، نعمل بلاي وبنشغل الان وبنصير نحرك. طبعا المفروض اني اكون مشغل انا قيمة مشغل الاميتر او الملتيميتر على قيمة على التيار. كل ما اقلل قيمة التيار بنلاحظ انه الان في عندنا ثبات في الموضوع. لاحظ انه بدأت القراءات تقل، بدي ابدأ ازيد، ببدأ ازيد. طبعا اذا حبيت اتحكم في بالقيم اللي عندي على الاطراف من خلال هذا، احس اني اتحكم في القيم اللي عندي. لاحظوا بدأ التيار يزداد، كل ما أزيد في التيار لاحظوا عند نقطة معينة بدأ يقل. إذا بدي أرجع أدور عند القيمة اللي زاد عندها. طيب الآن سجلت القيمة اللي زاد عندها، وصل على قيمة هاي الـ FR. بعمل ستوب، بجيب ملتيميتر بشبكه وبقيس كم الفولتج. طبعا بدنا ننتبه إني أحوله مباشرة يكون عليه الـ AC، وبشبك فولتميتر ثاني برضو على هذه الجهة عشان أقيس كم القراءة، وبنتبه اني احوله لـ AC
وبشبك فولت ميتر ثالث. وبنتبه اني احوله برضو اي سي. طبعا قبل ما اخذ قراءات اعلى واقل، المفروض عند القراءة هذه اللي اعطتني الماكسيمم اشوف كم القراءة، بعمل بلاي مرة ثانية بشوف كم القراءة عندي على اللي هو الار، وكم القراءة على الال، وكم القراءة على السي. طبعا بنلاحظ ان القراءات مختلفة، ان انا ما حصلت على الماكسيمم لسه، يعني بنظل ندور لحد ما نلاقي الماكسيمم. فاذا المفروض الان الاقيهم. طبعا في هذا البارت الثاني، البارت الاول كل ما علي فقط اني اوقف هذا واعمل لهذه صفر، اعملها صفر. فاذا كل اللي علي اعمله احط لهذه القيمة صفر واعمل اوكي. بهذا الحالة بكون انا انهيت من التجربة وسجلت القيم اللي عندي. طبعا ما ننسى نعبي الجدول قيم قبل وبعد، وبنحسب الحسابات المطلوبة منه.